صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج نهاركم جديد اللي يطلع عليكم يوميا على قناة النهار ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. اليوم راح نروح ونكتشف مواضيع عديدة أهمها رياضة كمال الأجسام، هذا العالم لأصحاب العضلات المفتولة، ما هي النصائح وكذلك التضحيات اللي يقوموا بها للحفاظ على جسم رشيق. بعدها نروح إلى عالم الروايات والكتب آخر الإصدارات، وكذلك تتخللها العديد من الفقرات اللي هي مهمة جدا، من بينها فقرة تحويسة، وكذلك نختمها بفنانين باش نشوفوا آخر إنتاجاتهم. قبل ما تشوفوا هذا الشيء كامل إن شاء الله، اليوم راح نروح نشوفوا البرنامج اللي مهم جدا ويهمكم كامل للحفاظ على رشاقة جسم مثالية، برنامج أو فقرة الكوتش، ونعود ونرجع. شكرا. صباح الخير مشاهدينا، معكم الكوتش فوضي. اليوم رانا في قاعة جيم باز بدرارية، جينا لتطوير عضلة من عضلات الجسم. اليوم اخترنا عضلة الفخذ، وهذا التمرينات اللي حتى نعطيو لكم تمرينات لتضخيم عضلة الفخذ، راح نستعمل بعض الأجهزة راح نتبعوهم معنا مشاهدينا، بقاو معنا. جينا الجهاز الاول، هذا الجهاز اللي حنستعملوه هو جهاز تطوير عضله الفخذ وتضخيم عضله الفخذ. هذا التمرين الاول، تابعوا معنا مشاهدينا. لاستعمال هذا الجهاز هذايا راح نقوم بحموله متوسطه، ولما نقوم بالتمرين نقدر نتوقف مدة ثانية ونرجع نعمل تقريبا 12 لإعادة 12 ريبيتيسيون، تقدر تكون حتى 3 سيري. هنا جينا للتمرين الثاني باستعمال جهاز الهاك سكوات، تابعوا معنا التمرين. في التمرين نحاول نخلي رجلين على مستوى الكتفين والنزول يكون تقريبا الى 90 درجة. هنا جينا تروازيم اكزرسيس، التمرين الثالث في ال 45 بريس، تبع معايا. نزيد لها 15 كيلو، وهنا نقدر نعمل 3 سيري دو 8 ا 12 ريبيتيسيون. هنا جينا التمرين الرابع الكاتريم اكزرسيس، راح نخدمو ديفونت ستاتيك سور بلاس بهذه الطريقة، تابعوا معنا. هكذا نكونوا قد لحقنا لنهاية الحلقة، كانت الحصة تاع اليوم هي تطوير عضلة الفخذ، عملنا بعض التمارينات إن شاء الله تكونوا استفدتم منهم. نصيحة للناس اللي تمارس رياضة كمال الأجسام
والناس البدائيين في كلام الأجسام أنه ما يبحثش على الحمولة الكبيرة، يروح بالحمولة المتوسطة ويداوم عليها. أهم شيء هي الاستمرارية والمداومة. كان معكم الكوتش فضيل، نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة. سلام. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وتحدثنا قبل قليل في العناوين على رياضة كمال الأجسام وأصحاب العضلات المفتولة. راهم حاضرين معايا عبد اللاوي أسامة، مرحبا بك. السلام عليكم، نشكركم على هذه الدعوة. وكذلك طيب زروقي، مرحبا بك أيضا. السلام عليكم، نشكركم على الاستضافة هذه. نشكركم على حضوركم معنا. نبدأ السؤال برياضة كمال الأجسام، وقتاش بديتوها؟ راكم في مقتبل العمر، وقتاش بديتها أسامة؟ نبدأ بأسامة ونروحوا للطيب. شخصيا بديتها أنا في عمر 14 سنة. 14 سنة في سنة 2014. كيفاش حتى رحت لهذا التخصص ولهذا الرياضة؟ أنا هذه الرياضة عندي كما نقولوا العائلة ديالي قعدت تمارس هذه الرياضة. تما أنا كبرت في وسط. كبرت في وسط عائلة تمارس قاعد هذه الرياضة، رياضة كمال الأجسام. ما شاء الله. وانا الاختصاص ديالي كما نقولوا احنا مصارعه، لكن العائله دائما تاثر على الاخر. وكيف وش هي التضحيات اللي قمت بهم باش لحقت اليوم اللي جسم تضحيات كما نقولوا تدريبات صباح ومع كما نقولوا لابخي ميدي، وعندك الماتان، عندك الريجيم تاعك فيها، كان فيه تكليف. تشوف الناس ياكلوا كما نقولوا ماكله هكذا وانت ما تقدرش توشيها. شو من الاكلات اللي ضحيت على جالهم ما عدتش تاكلهم مثلا؟ بزاف كلش. جميع حاجه فيها قولوا سكر، سكريات، بروتينات اكثر منه. كيما احنا نقولوا توجور كاين ريجيم اليمونتير، كيما نقولوا دي كارب، وعندك كارب، عندك بروتين، عندك لازم تبقى توجور في ماكله صحيه. نروحوا للطيب زروقي. طيب كيفاش بديت؟ هو بداها من العائله ومن المحيط. محيط العائله فرض نفسه بالحاح مع اسامه، انت كيفاش بديتها؟ بون بديت الرياضه هذه في 2014. وكما على بالنا بلي رياضه كمال الاجسام سي ان سبور كومبليمونتير لدوتر سبور. كيما باغ اكزومبل انا كنت جودوكا سانتير نوار بريمير دون، دونك جودو يسحق رياضه كمال الاجسام باسكو تسحق فيها لا فورس، تسحق فيها لوندورونس، وتسحق فيها نيك فورس اكسبلوزيف اكسيتيرا. دونك في رياضه كمال الاجسام تخدم لك هذا الصوالح. ومن بعد بالوقت هذه الرياضه عجبتني باسكو علاش؟ تخليك تقرب من الناس، تعطيهم نصائح، ومنها فانيك تخليك تحسن البدن تاعك، خلي عندك كور شباب، وهذا العفسه جينيرالمون بور موا تعطيك لا كونفيونس. نفس السؤال اللي طرحته لاسامه. التحيه تاعي دوك فهمك في رياضه كمال الاجسام. رياضه كمال الاجسام الحاجه الاولى اللي تسحقها سي لا ديسيبلين. صح. لا ديسيبلين واش عندك رقادك لازم يكون في وقته، لازم عندك ويتر. شكو ترقدو؟ 10 11 تاع الليل هكاك 12 تاع الليل ماكسيموم. ما تسهرش امبوسيبل. سي رار، سيرتو كي تكون اون بيريود دو بريباراسيون. عندك 5 اسي روبا بار جور، عندك 5 الى 6 وجبات في النهار. الفطور الصباح بيان سور كيما كاع لي زاتليت تاع العالم، عندك فلوكون دافوان هو الشوفان اللي هو سورس دو كار، احسن مصدر كربوهيدرات، وعندنا سوا لاواي مكمل غذائي كومبليمون اليمونتير، ولا لي زو هما البيض خاطش سين سورس دو بروتيين، وعندك سوا مكسرات ولا لافوكا سين سورس دو ليبيد. ديجا شوفان فانيك سين سورس دو فيبر، دونك ما كان لها ندخلوش لافا ولا عفسه هكايا. لازم لهم بيجي وحدهم هذا. بيان سور اوتوماتيكمون، كيما هذه يقول لك هذه الرياضه رياضه الاغنياء يحبها الفقراء. شحال باغ اكزومبل تصرف على روحك في النهار؟ ابوبري ابوبري واحد 2000 دينار. 2000 دينار باغ جور؟ اه باغ جور. الوجبة الصباح فقط؟ لا 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 باش فوا. كيفاش تسمح؟ دوك نحسبوا باغ اكزومبل عندك 500 غرام اسكالوب. ايه في النهار كيما على بالنا اسكالوب بالك يدير اسكالوب دو بولي ويدير 70000، دونك تسحق رطل، دونك عندك واحد 35000 زيد فلوكون دافوان وري وبطاطا، هذوك كيما باسكو شكاره تاع شوفان دير فيها 500 غرام دير 25000. فهمتي كيف؟ دونك تشد لك واحد بليس دو 10 جور ولا تشد لك واحد اون سومان. دونك كي تحب تزيد عليها بار اكزومبل تطيح لك 2000 دينار. هذه بلا ما نحسبوا لي كومبليمون اليمونتير تاعنا اللي تسحق بار اكزومبل كرياتين، بي سي ا او ا غلوتامين، لا واي بيان سور. ما توحشتوش شخشوخه؟ ما توحشتوش طعام؟ ما توحشتوش حاجه؟
هي دوك نفهم كيما نقولوا ماشي لا قولوا لي توحشتهم ولا لا باينه بلي توحش انا لكم كليتوهمش انا شو جينيرالمون علاش ننجح في الريجيم تاعي ما نشيهاش بزاف اكلات تقليديه نورمال انا نجي بيتزا تشيز هادو ما صوالح لي فريمون نشاههم صح شحال عندك كليتهم عندي يقولوا هاد الطروام وهكاك ديجا بصح لازم نذكروا بحاجه ملي حدك في الشتا ماشي علاش نذكروا بحاجه باللي رياضي كمال اجسام فانيك انسان كيما قال انسان واحد اخر حنا عندنا دي من بعض الاكلات بصح ماشي عام كومبلي وحنا ناكلو سانمون باغ اكزومبل كنا بيريود دو بريباراسيون اللي تكون فيها 3 موا الى 2 موا ودمي ولا كذا كيزا ما كتكمل لا بريباراسيون تاعك تقدر تروبوزي اون سيمين اللي تاكل فيها واش تحب دونك فوالا كاين كي تكون في تحضيرات هي ميم كي تكون كي يكونوا في تحضيرات كاين كيما نقولوا ايام يكون فيهم كيما باللغه الانجليزيه يقولوا داي اوف يوم يوم تقدر تاكل فيه واش كيما نقولوا عندك وجبه تاكل فيها واش راك حاب واش تشهيت في هذيك تطيحوا في هذوك لي جور دوف واش ديروا فيهم تاكل انا دي فوا كي يكون البريباراسيون كيما غير كيما كم درت كومبيتيسيون تاع تونس ويكون فيها ريجيم اليمونتير فريمون واعر كي كملتك شغل خرجت من الحبس شغل وليت ناكل شنو شفاش كابا فيها شي كولا وكلش بوندون دو مو ولا نعمر في هذيك دونك خلاص كليت اوتوماتيكمون بيان سور انتم معروفين انه في زوج راكو مدربين دي كوتش لكن التخصص تاعكم الاصلي شنو هو؟ انا كيما انا التخصص الاصلي ديالي مصارعه يعني مع الفريق الوطني المصارعه ما شاء الله عندي حققت نجاحات حضرت البطولات الافريقيه في نيجيريا اخذت المرتبه الاولى عندي في الجزائر مرتبه ثانيه بطوله افريقيه قبل كوفيد وعندي بطولات بطوله البحر الابيض متوسط بطوله ماشي العاب بطوله عندي مرتبه اولى ما شاء الله ومازال نكملوا في هذا ان شاء الله يا ربي طيب واش تنصحوا نتوما الشباب اليوم وقبل هذا السؤال في الجزائر هذه الرياضه ما كانتش من قبل في الاونه الاخيره شفناها كاينه بزاف علاش هي كانت هذه الرياضه ما كانتش بصح كاينه ما كانتش عندها كانت شعبيه خاصة بالبودي جارد كانت خاصه مثلا بودي جارد سي لي جارد كور كانت ولا كانت خاصه ايضا بفئه معينه فئه معينه اللي كانوا يروحوا الرياضيين درك ولا اي واحد حتى ماشي رياضي يقدر يمارسها الان انه دخلت كما نقولوا كما الجزائر عرفت تطور كبير في مواقع التواصل وكي تروح تشوف مواقع التواصل الاجتماعي تلقى كاع الناس عند يمارسوا هذه الرياضه وبعد ولات عندها شعبيه كبيره غير تزيد ومازالها تزيد الشعبيه تاعها شحال واحد انا مثلا حبيت ندرب رياضه كمال الاجسام ما بين بلي مستحيله حبيت ندرب شحال مثلا نقدر نحط ميزانيه للشهر باش نقدر ندرب بغض النظر هذه بلا مصروف اليومي مصروف انا نقول ابوبري نسيوش نكوبليكيو لي شوز على الناس باش ما نبينوش بلي هذه الرياضه هي صعبه بزاف فوالا باسكو انا باش نقصي واحد هي شو جينيرالمون انا ما نكذب على حتى واحد لازمك واحد 2 مليون 500 3 مليون خليها تكوتي في الشهر في الشهر باسكو تكون بريباراسيون باسكو علاش هذه الرياضه تطلب وين تاكل عندك لي كومبليمون اليمونتير تاعك ماشي يقولوا لي كومبليمون اليمونتير لا ويك سيتي عندك فيتامين سي زنك مغنيسيوم اوميغا 3 هاد لي ملتي فيتامين تاعك هادو كاع تسحقهم هادو كاع تسحقهم دونك لازم كاين بيجي بلس لي سكال كيما على بالك دوكا سكالوبو غالي لا فيوند روجي غاليه البنان راهو غالي دونك ايماجين توا هادو كاع تسحقهم في النهار تاعك دونك لازم لك ميزانيه تخصصها كيما على بالك راك تعرف في البلاد تاعنا شويه مش كيما في الغرب باغزومبل صعيب انك تحافظ على هذيك القيمه في حدود الميزانيه الموجوده في حدود ما يكون وش يكون متوفر لك بيان سور اوتوماتيكمون باسكو علاش كيف فهمك كل واحد كيف الميزانيه تاعو مي لازم تصيب حل باش تلحق باسكو كيما باريكزومبل لازم باريكزومبل اذا تسحق بروتينات اذا عندك بروتينات تسحقها روح المصدر تاع البروتينات اللي رخيص النصائح اللي تقدموها للشباب اللي حابين يكون عندهم جسم قوي وفي نفس الوقت رشيق وباقل تكلفه هذه شغل سمينه ورخيصه ورخيصه بون حاجه الاولى انا قبل كلش لازم تكون عندك لا فولونتي خاش ما كاينش حاجه بسهل عباد راهم عايشين في لافريك في القاره التحتيه كومبلي في الصومال وكسيتيرو عندهم مع ظروف معيشيه سيئه او عندهم كور شباب ويديروا كور واعر ماكري عندهم جينات عالميه باسكو عندهم جينات شابه دونك حاجه اذا حابه
تقدر تلحق لها ساكريفي حاجه ما تجيب الماكله تاعك، ومن بعد بليطان ان شاء الله ربي يفرج لي عندك كورش باب ويبانوا لك دوتر بروجي في لاك في الدومه تاع الريزو سوسيو تولي تمد نصائح والناس تزيدوا دراري صغار لي جون يزيدوا يتبعوك ويزيدوا موتيفاو بيك خل ما يروحوا بلايص واحد اخرين. دونك ما كاش حاجه واعره غير حنا نتسبوا. شكرا جزيلا لك طيب. وكذلك أسامة هي رياضة الأجسام، وكذلك يعني فينالمو خرجت بمعلومة أنه ما هيش رياضة كمال الأجسام فقط، هي رياضة كمال الأجسام والنفس وكذلك العقل. شكرا جزيلا. يقول لك العقل الثاني في الجسم الثاني. نروح لفقرة التحويسة ونعود ونرجعوا. من أزقة القصبة العتيقة نقول لكم صباح الخير عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا، مرحبا بكم في فقرتكم السياحية تحويسة تايم. اليوم جينا لحي شعبي عريق عنده حكايات وقصص صحيح كملنا من خلال جولتنا في أزقته، يلا ابقوا معنا. ليزور القصبة لازم يمر على منزل عمي خالد ليملأه حكايات كتيرة، من حرفة نجارة لورتها ابن عن جد إلى عادات وتقاليد لمازال يحافظ عليها بكل فخر. نعرضناكم القناة النهار تقدر تطلعي الفوق. الله يحفظك. ميرسي عمي خالد. يلا مشاهدينا بعد ما عرفنا عمي خالد واش يدير هنا في بيته، عنده ثاني سطيحة دار سطح. عمي خالد اسمها سطح البهجة. يلا سطح البهجة نتعرف عليها مع بعض. يلا لحقنا للسطيحة تاع عمي خالد ولقينا هنا داين ريستورون تراديسيونيل بالسردين والفخيت الله يبارك، اللي حاب يجي تتميز بيوت المحروسة بالتقارب الشديد بين بعضهم، هذا ما يسمح لك تتنقل في القصبة كلها عبر سطوح منازلها، فيعتبر حي العريق تحفة معمارية بارزة ومعلما تراثيا هاما للجزائر. القصبة معروفة بالعيون تاعها، واليوم رانا في عين والذكرى رانا في عين السيدي محمد الشريف، اللي أكيد الإنسان لما يجول في القصبة حيعيا يحب يشرب الماء، كاين عيون تاع القصبة. وحنا نتولوا في أزقتها تلاقينا بحرفيين ارتوا هذه الحرفة ابن عن جد وتمسكوا بها رغم التطورات التكنولوجية الحاصلة، وهذا ما يعبر عن حبهم لثقافتنا وعاداتنا الجميلة. أزقة القصبة أكيد كاين دي ريستورون معروفين بالكبدة والسردين وليفخيت، اللي يحب يجي ويفطر في القصبة أكيد حيلقى دي ريستورون بزاف متواجدين هنا. صحتكم. ما نقدوش نجو القصبة بلا ما نجو قهوة مالاكوف اللي كانوا يتلموا كانت مقصد للفنانين الجزائريين كهشم القروابي ومحمد العنقة. بعد ما كنا في فقرة تحويسة زميلة سارة أخذتنا للقصبة ونرحبوا بمحمد سيدي خلف موح القصبة. مرحبا بك. معروف مومو محروسة. السلام عليكم. نشكر أخت سارة الزميلة تاعكم على هذه الدعوة
واحد التحويسه اللي كانت معايا يعني في القصبة بعد ما حوس جوزت جورنيه معاك في القصبة جوالة. تعرفت على اغلب النقاط اللي راح نحكيوا عليها. نعم. بعد ما نرحبوا ايضا بامير يلاس ممثل، مرحبا بك. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه. وصافي بليزير اللي نقسم معكم البرنامج، سورتو مع خويا مومو المحروسة. شارك ليا. راه وليد هما وراه فاميليا وراه خويا على كل حال. تارك. نعم. إن شاء الله بإذن الله ليميسيون هذه إن شاء الله بإذن الله تجوز خير على خير إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. موموح، احكي لنا على القصبة العريقة، القصبة اللي ما كانش زائر للجزائر وما راحش ليها. نعم، انا اقول لكم اول وقبل كل شيء الحاجه اللي راح نتكلموا عليها يعني راح تخص الجزائريين، لانه حوس بلادك حاجه اولا، يعني الهويه هي تراثك ايضا، يعني كما يقولوا. انا عندي فقره صغيره اللي بديت بها هي المشوار تاعي هذايا بثقافه الوعي، الحفاظ على ما تبقى من التراث. لانه نشوف القصبه اليوم راهي شويه بعض الاماكن رابت شويه، حبينا نحافظوا كان كابن القصبه. الحمد لله يعني كما يقولوا راهو بعض الشباب اليوم راهو قايم كما يسموا المؤسسات الصغرى هذه، او هادو ماريساس غاموز ولي زامبليونسور وهادو لي سيلاب، يعني حتى باش يشوفوا انه كانت الناس وجهه النظر تاعهم كانت رايحه للمغرب، كانت رايحه لتونس، كانت رايحه لانها اخرى. الحمد لله اليوم، لانه حتى اليوم عندنا مطاعم تقليديه رانا نخدموا بهم، مثلا كمطعم دار السلطان ونحيي رياض عثمان شريكي الملقب بعشر عشر ريتونجي، وكاين مطعم الكبده فوالا، كاين كريم الكبده، كاين انا عندي كيما داير لابوانت مطعم مزغنه، كاين سطح البهجه اليوم عند خالد محيود اللي هو اصلا السطح تاعو راهو يجوه لكاع الناس باش تشوف هذيك لافي وكاع. دونك نشوفوا اليوم الحمد لله كاين دار المحروسه تاع ميزوبير، زوبير كاين دار سجور تاع ابراهيم، المهم اذكر يعني بزاف. ونقولوا اليوم انه هذا الشباب هو حب يحافظ على بلاده، حب يحافظ على القصبه تاعو، حب يحافظ على هذا المكان، على هذا كما يقولوا ليسباس الكبير الكبير كيما نقول كبير كبير بزاف، اللي يقدر يعني حتى يستضيف تقريبا 500 الف بنادم على خطره. لانه اليوم عندنا ان سيركوي ما نقولوش صغير، مي سيركوي واحد، نطلبوا من الحكومات انها توسع كانت لي شوما هذو توريستيك ويكون معني بالامر. دونك اليوم الحمد لله يعني لو كان نولي انا للوراء كنت نقيدي واحد ولا زوج وحتى نروح نقول له. اليوم الحمد لله انا نشوف يعني كما يقولوا شخصيات وناس مختلفه واجاري مختلفه وحتى ناس منا، وغير يجي يقول لك نشترك مع جي دي سنيك، نشترك مع ناس داس، نشترك مع المؤثر الفلاني، نشترك مع المؤثرين، نشترك مع الممثل الفلاني. اليوم الحاجه الاولى اللي يجي يقول لك الو السلام عليكم انت مرشد سياحي؟ نعم. يقول لك حبيت نزور القصبه. دي فوا تيكون عندهم حتى يومين ثلاثه يقول له شوف، قول روح لتيبازا، روح جاردان ديسي، روح الجي. قول لي لا 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 خويا نبدا بالقصبه بالتشويق بهذيك لاباسون، وهذا شيء تمثل العاصمه باش نزيدوا في المعنويات تاعنا ونزيدوا في التطوير تاعنا ونمدوا يعني كما يقولوا احسن سيرفيس واحسن استقبال، ونقول لهم مرحبا بكم ان شاء الله. تشوف انه امثال امير تشوف انه امثالهم راهم يتعلموا اليوم هذا راهم يتعلموا الحمد لله في اللوكي، يقول لك خليني انا يعني نلبس بلادي ونروح نقدم. دونك وراه يسمع ويسنت ويحوس ويسقسي ويشارك ويجي كل يوم ويخلي خدمه تاعو ويخلي والديه. دونك هذا الشيء كما يقول راهو يفرح. من امير الصغير المرشد السياحي الامير يلاس الممثل. امير يلاس مرحبا بك. الله يسلمك. اول سؤال نوجهه لك، ما سبب غيابك في الموسم الثاني من بنت البلاد؟ شوفي الغياب تاعي في الموسم الثاني في بنت البلاد هي نتبع على حسب السيناريو. دوك انا ما نقدرش نقول لك ما نسميهش غياب، نسميه اتباع السيناريو، باسكو انايا على باز خارج من معهد التكوين تاع الدراماتيك، باسكو قريت انا 7 سنين. انا نشوف باللي السيناريست هي على بالها وعلاه ما دارتنيش، وهي على حسب ما استنتاج واش شفت انا كما نقولوا في الموسم، سيكو المرض ديالي شغل تنقلت يعني روزا يعني اما شغل راحت للطليان اوتوماتيكمون، المراه بلا راجل ما لازم يروح معها راجلها، صافي دير قعدت روزا وحدها مع راجلها. وبعد شافوا في الموسم الثاني باللي مرضت وقايتين، وشافوا باللي كانت عندي مكالمه هاتفيه مع بنتي، صافي دير هذا هو بالك باذن الله الى طوال العمر ان شاء الله، باسكو كانوا تكون تورناج تاع الموسم الثالث وكنت معاهم، صافي هذاك هو السبب تاع الاتصال الهاتفي اللي يكون الرجوع تاع الاب تاعها اللي يجي باش يطمن على بنته. طيب بالنسبه للموسم
الثالث لو تعطينا حصري، رغم انه يعني البث راح يكون، نذكر المشاهدين انه البث راح يكون عبر قناه النهار، الجديد اللي كان في الموسم الثالث من خلال التصوير اللي بديتوه. شوفي على كل حال هذه ماشي السؤال الاول اللي قلتيه لي انت، باسكو كاين بزاف اللي سقساوني قالوا لي الموسم الثالث ويبوزيو لي كيسيون بزاف. هي ما نقدرش نعطي لك بلوس دو ديتاي باسكو لازم نخلي لكم سيسبانس. هي على كل حال الموسم الثالث راه كاين بزاف فيها مفاجآت وفيها ذلك تتكون قصه واحده اخرى تاليك. الحمد لله انه كنا سباقين في افتكاك الموسم الثاني وكان ناجح ما شاء الله، ورانا نسناو ان شاء الله انه تكملوا التصوير وكذلك المونتاج للموسم الثالث. واش كاين فيه جديد؟ اعطينا شرح يميزه يا سيدي، ما تحكيليش مفاجآت كلها، لكن لازم ندو منك حاجه. شوفي على كل حال واش نقدر نقول لك؟ نقدر نقول لك باللي في القصه كما نقولوا حنا العائليه كاين فيها بعد تطور فيها، وكاين تغيير للشخصيات. كاين تغيير الشخصيات، ماشي كاين الشخصيات اللي بانوا في الموسم الثالث اللي زادوا ديفلوباوهم جديده يعني اللي لعبوا في الموسم الثاني ما نقدرش نقول لك شكون باسكو لا باسكو معليش انا ايضا مع انه الحصريه والسريه باش هكا المشاهدين الكرام يستناونا يعني على قناه النهار مسلسل بنت البلاد. يعطيك الصحه. يعني كل شخصيه اللي لعبت في الموسم الثاني يعني اللي ما بانتش بزاف بالك بانت في حلقات في الموسم الثالث راح يزادوا طوروها، زادوا بانوا لي بيرسوناج تاع الدوزيام سيزون. ام روزا من طليان ترجع ان شاء الله راح يرجع بابا روزا من طليان. هي ماما ان شاء الله باذن الله يولي بابا روح طلع على بنتك ان شاء الله. على كل حال يبانك واحد اللي يكون عنده واحد اللي يكون عنده بنته مريضه ما لقري مزوجه الكبده يقول لك اكزاكتوم. حكينا على هذيك لا كومبليسيتي اللي كانت بينك وبين روزا في التورناج. انا اول حاجه التقنيات اللي نديرها انايا دائما شغل درتها روزا كلي بنتي تاع الصح. عشت الدور يعني بنتي تاع الصح، شغل بنتي تاع الصح ما يمكن نكون نهضر معاها. هذا هو الممثل الحقيقي. إيه لازم باسكو لا دوك نفهمك، باسكو كاين التمثيل الاصطناعي وكاين التمثيل كما قلت الطبيعي، كاين اللي يقول لك تلعب وكاين اللي تلعب باش تلعب. صح هي لازم أكيد تلعب. انه كان شوف باش 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 انك تقدر ترافق شخصيه من الشخصيات في تمثيلك اكيد انه كاين قواسم مشتركه، كاين حوايج مشتركه ما بيناتكم الاثنين، لهذا قدرتوا انه تنجحوا في هذاك الدور. شوفي الممثل كي يلعب كما نقولوا حنايا بالقلب ديالو، يعني مش راك تلعبها باش تلعب، لازم تلعب راك تأدي شخصيه مؤقته، يعني عندك دور لازم تأديه باش المشاهد يعيش معك. صح الا تلعب باش تلعب في صوره حقيقيه غير سيبارابي سي بور سا. كاين هذه النقطه هذه باش ما نطولش عليك، يقول لك لاكتور ستوديو، يهضروا بزاف على لاكتور ستوديو تاع الامريكان، وكاين بزاف اللي يقول لك الامريكان. صحيح الامريكان امريكان هاربين باش تولي كيما هما لازم لهم الاوائل في صناعه الافلام باسكو انا الامريكان يسون با بادح يسون انتيليجون. منين جابوا التقنيات هذوما؟ جابوهم من عند كونستانتان ستانيسلافسكي، سيتا روس اللي وليدو مايكل تشيكوف اللي كيما نقولوا اسمه الاخر عنده وليدو تاع مايور اللي علمو. وما واش داروا كاين لي فرير ايزبرغ، لي فرير ايزبرغ جمعوا كاع التقنيات هذو ودوهم للامريكان. صح وراهم يقروا فيهم وكاين لي كرون زاكتور اللي يلعبوا دوكا. نروح لسؤال اخر، هو وش هو اعمالك الجديده بغض النظر عن مسلسل بنت البلاد؟ شوفي اعمال جديده راهي. شوفي بون الاعمال الجديده هذه ان شاء الله باذن الله بون كاين فيلم سينمائي ان شاء الله يلحظ ربي. بون زقاو لي عندي واحد 3 شهور اللي زقاو لي بون مازال ما نقدرش نقول لك باسكو انا عندي حاجه. انا كي تقولي ما عنديش نرفد التليفون ونقول لهم واش كيفاش ولا باسكو كل واحد الظروف تاعو. كيفاش بعقل إيه لما يكون فيه باسكو ما تقدريش تعرفي باسكو السيناريو يتبدل ما راهوش قران. السيناريو ما راهوش قران. حسب الظروف ثاني. لا بالك البلاصه اللي باش ندنوا فيها ماشي لتماك. والاعمال السابقه ديجا شاركت في عاشوا العشر، شاركت في احوال الناس، شاركت في الخاوه، شاركت في مسلسلات واسمه تاع كابيل، شاركت في عوده الاسبكتور طارش، ولا عندي اعمال مام شغل عندي اعمال الله يبارك. مي دوكا حاليا
شغل مازال ثاني كنزيد. انا ما نكذبش عليك، انا الحاجه اللي راني نتمناها من قلبي ماذا بيا لو كان يعطوني كما نقولوا شخصيه تراثيه تاع التراث. مهم جدا. لا سورتو كاين بزابون على كل حل باش توصل الميزان. انا ماذا بيا نلعب في امير عبد القادر، ما نقولكش راني كذا ان شاء الله، قالك اللي يتمنى خلي مي يستنى، واللي يستنى ما يقطع الياس. انا ماذا بيا مي حاجه ما راهي روطار، وحاجه كما نقولوا حنايا في الممثلين، في الممثلين واحد ما خير من هذا. كل واحد واش كاين في الممثل سي لافونتاج، لافونتاج وثاني كما نقولوا شو الاراده، عندك الاراده توصل ولا هذيك راك تلعب باش تبان ولا تتبع لي سيلفي، هذاك تقعد دائما في السافيلي. طيب انا سي امير يلاست كنت بات المسلسل والشيء اللي شفته دليل على انه روزا تربات مليح، في رغم انها في ايطاليا تقبلت هذيك الدار الكبيره العائله الكبيره وين يكونوا فيها الضراير والعرايس، وقبلت هذاك الشيء وعشنا الجو العائلي الاصلي تاع الجزائر اللي تخلي، يعني هذا دليل انه تخلي المسلسل الكامل بويوت الجزائريه من خلال كانت فيه لاتوش تاع العائلات المحافظه، ولا بالك لا بليبار تاع العائلات المحافظين كي يشوفوا وحده واحد يزوج مع وحده اجنبيه يقولوا يا ودي ما يقبلوش، على يقول لك على حسب التقاليد. نون كاين هي اللي شوف كي تكون وحده اجنبيه، بون وحده اجنبيه ولا وحده جزائريه عايشه في الخارج تقدر تقول لي باللي عندها تقاليد، ماشي تتبع التقاليد الاجنبيه، مي عايشه كيما نقولوا على حسب واسمو الاخر الكلمه تاعهم. بصح كي تجي هنا للجزائر عبالك كاين كيما نقولوا فدشره وعائلات محافظه، عباك يقول لك هذه جايه شغل اول حاجه عايشه مع القور ديجا مام في اللبسه في الهضره والثقافه كاع، وعلى بالك كاين بعض العائلات المحافظه المحافظات شغل كاين اللي يتزوجوا بيناتهم ما بين فاميليا ما بين الشهور. كاين صح شيء يميز المسلسل انه فيه اختلاف، فيه تضاد، فيه تناقض، فيه بزاف حوايج خلات المسلسل احلى، وخلات المسلسل يزيد اكثر تشويق ويسناوه المشاهدين. نختم معك سيد امير يلاس. نعم. انا واش نقول لك اول حاجه هي الجزء الثاني، هي شوف نشكركم على هذه الاستضافه هذه اللي تلاقيت مع خويا المحروسه. نسقسيه ولا يتبع ولا كان يتبع موزيك البلاد؟ يتبعني تبعوا تلاقوا ديما في بلاتفورم. راهو كيما نقولوا وليد حومتي وجاري، راهو بزاف قريب ليا. انا قراب ويعجبني اوتوك كاركتر باسكو لا كاركتر فريمون كيما كاين. الله يسلمك ثانيك ربي يطول عمرك. محروسه كلمه اخيره. باه الكلمه الاخيره نشكر غاله النهار على الاستضافه. نشكر الزميله تاعك سحرى اللي كيما يقولوا رافقتني هذاك النهار، وزاد اليوم كان كيما يقولوا غايبه معنا وكانت تتميمه للموضوع. تتميمه للموضوع لأسوء حاجه مركب قعدت نهوس على العموم ما لقيتوش. دونك كانت نشكرك انت على الاستضافه، كانت نشكر كاع الطاقم اللي راهو تعب علينا باش يخدموا باش حضرنا هذا البلاطو، ونمد اهداءات كيما ديما للعائله تاعي الكريمه سيدي يخلف الاخت تاعي اللي جاتنا من ليون. راهي انا اون فاكونس مع يما مع كاخياتي. راهم دايرين كانت بها تحويسه. ما نقولش لك رياض قالت لي راه انا واقفين في زوج، لان مومون دوني ما تقدريش تكملي المشوار تاعك وحدك، دونك لازم يكون واحد معك. دونك هذا رياض عثمان اللي رانا وياه في دار السلطان، ورانا وياه في دار المزنه، ورانا في الارشاد، ورانا في تطوير السياحه الداخليه. نشكر كاع الجزائريين ونقول كاع الناس الغرباء وسي الشكر لهم والسلام الحار من هاد مومون المحروسه من هاد البلاطو. ونشكركم ونشكر قناة النهار على هذا الدرس. انا واش نقول، نسلم على العائله تاعي، نسلم على العجوز تاعي ان شاء الله ربي يجيب لها الشفاء دوله ان شاء الله، نسلم على الزوجه تاعي على اولادي، نسلم بزاف بزاف على خويا محمد اللي خدم في لوتيل صابل دور. لا محمد على ولاد حومتي ولاد سوستاره، على تانيك العمال اللي يخدموا معايا في شركه وطنيه لتصليح البواخر ريناف. واش نقول؟ نقول كاين بتي ميساج نقولوا، يعني جميع واحد ممثل اللي ما يزقولوش باش يلعب، ما تقولش باللي ما تعرفش تلعب ولا نساوك، لا لا برك البروفيل لم يحوسوا عليه بالك انتايا ما راكش مي. بصح الحاجه اللي يخليوك تقعد عام ولا عامين ولا ثلاث سنين ما تلعبش، راك تزيد الطم كما نقولوا في الانرجي تاعك في الطاقه تاعك باش كي تطلع فوق واسمو الخشبه، ولا كنت في المسرح ولا تطلع كما نقولوا في البلاطو
يعني تخرج هذيك الحيويه تاعك تخرجها بتعافو. واش نقول ثانيك؟ نقول يعطيك الصحه انت اللي عرضتينا لهذ القاعده هذه، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نقولوا الجزائر تكون دائما بخير ان شاء الله. شكرا جزيلا لكما. نروحوا نشوفوا العفو، ونروحوا نشوفوا فقره الوزير، ونعاودوا نرجعوا. متواجدون في دال إبراهيم بالجزائر العاصمة، تحديدا في نادي الجولف، يفتح النادي أبوابه لكل من يريد إتقان رياضة الجولف أو بغرض الترفيه وتقضية وقت جميل وسط الإخضرار والهواء النقي. نفورميو الدراري، لوبجيكتيف تاعنا يكون عندنا 250 ولد اون فورماسيون مجانا. سي سكون اون تران دو فير، راكم شفتوا دوك الدراري راهم بداو يجوا الحمد لله، ولازم نوفرهم كامل الوسائل. والآن رانا مع اليونيتي جولف يعني مشكورين، عطاونا الوسائل باش نخدموا، وراكم تشوفوا دوك هنايا بدينا الانطلاق، وان شاء الله يعني العام الجاي يكونوا اكثر ونفورموهم بوندون لا دوري دو موندا ديالنا. النادي يضم مختلف الفئات من الكبار والصغار. لا طالما اعتبرت رياضة الجولف رياضة خاصة بالأثرياء والطبقة الأرستقراطية، ما جعل الجزائريين لا يهتمون بها بالرغم من تواجدها في الجزائر منذ أكثر من 60 سنة. يحرص النادي على تطبيق استراتيجية جديدة تجعل من رياضة الجولف رياضة شعبية تمثلت في مجانية الالتحاق بنادي الجولف، مع توفير كل المعدات اللازمة وتهيئة ملعب جولف مناسب، بالإضافة إلى توفير مدربين محترفين تحت تصرف كل من يقصد النادي. يقولوا يعني الجولف هذا يعني اتجاه تاعو الأغنياء، ولكن حنايا اون ابري لا ديسيزيون وين اون ديموكراتيزي لو غولف. درك حاب يقول درك اي انسان يجيب وليدو يجي لهنايا، يجيب وليدو ما كان حتى اشكال، مجانا يجي نعطيولو الماتيريال، يجي كي شتي كاين لي زونترينور، كاين ما كان حتى اشكال. من رياضة الأجسام إلى رياضة العقول، نستضيف الروائي موح نعمر بن عسال. موح نعمر بن عسال، هذا الاسم روائي أم أكاديمي؟ موح نعمر بن عسال، أنا تخصص تاعي في الجامعة هو رياضيات وإعلام آلي، لكن شيء جميل أنه تجمع بين الأدب والتكنولوجيا بدخولي يعني لعالم الرواية. أكاديمي أكثر منه روائي. أكيد دخولي لعالم الرواية كان صدفة. على كل حال كنت نحب الكتابة منذ الصغر، لكن نمت في الموهبة والحمد لله كانت لي مطبوعتين روايتين، أحببت طبيبة وغرفة تشريح الجثث. طيب بالنسبة لي أحببت طبيبة وغرفة تشريح الجثث، عفوا، هذه كانت عناوين لإصداراتك، كيف ولجت عالم الرواية؟
دخولي لعالم الرواية كما قلت لك كان صدفة. أنا كنت نكتب من قبل لكن في فترة الكورونا رب ضرتي النافعة ما ضرتي النافعة قررت أنه لازم ندير حاجة. كنت قاعد في الانستغرام دوندو لقيت واحدة صغيرة اللي هي وجولة تحية اللي هي الكاتبة سومية خربوش، بعثت لها عطتني فادتني بالكثير من المعلومات كما أنا ذكرني في كتاب جدد. قدمت كتابي لدار النشر والحمد لله قبله، وبعد ذلك تم توقيع العقد والحمد لله كانت من أكثر الكتب مباعة سنة 2019 سنة 2020. كيف كانت هذه البداية إلى عالم الروايات؟ هل كنت بلك كنت راسم طريقك باش تروح لعالم الرواية، ولا عالم الرواية خذاك من عالم الإعلام الآلي والرياضيات؟ شوفي، هو شيء جميل تجمع بيناتهم، لكن لا الرواية أخذتني من التكنولوجيا ولا التكنولوجيا أخذتني من الأدب. بالنسبة لكتابة الرواية لم أرسم طريقا، قلت لك كل شيء كان صدفة. طيب بالنسبة لأحببت الطبيبة كان أول إصدار، لربما هي الناس كامل تعرفها، لكن اللي ممكن ما يعرفش هذا الرواية وش تقدر تقول عليها؟ رواية أحببت طبيبة هي عبارة عن قصة حب كانت بين حبيبين اللي هما ليت وهديل. كانت بينهما مشاكل فرقهم القادر ويعاود يجمعهم، لكن كانت نهاية راح يكتشفوها المتابعين من خلال قراءة الرواية. بالنسبة للرواية الثانية غرفة تشريح الجثث، شحال الوقت ما بين أحببت طبيبة وغرفة تشريح الجثث؟ للأمانة أنا غرفة تشريح الجثث كانت عندي الفكرة، كان في أقل من عام كنت أنهيت الرواية، لكن أقول لك قضيت فترة حوالي 3 أشهر 4 أشهر حتى 5 أشهر وأنا نفكر في العنوان باش لقيته باش قدرت نصدر الكتاب. ما قدرتش نخرج الكتاب بعنوان من ما يكونش هي في الحقيقة يقولوا أنه العنوان هو آخر حاجة بعد الكتابة. أكيد 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 العنوان آخر حاجة. سؤال لي يطرح نفسه دائما، الغالبية الآن ما عادوش يقرأوا الكتابات، المقروئية نقصت بكثرة الآن، كيفاش قدرت أنك تنسق ما بين المقروئية وما بين الإعلام الآلي؟ يعني كنت قادر تنفورماتيزيها دي رواية أونلين مثلا؟ شوفي نقول لك حاجة، لأنه أغلب الناس صاروا يقرأوا بي دي اف كما عملنا، لكن ما نكذبوش على روحنا، قراءة الرواية الورقية عندها طعم خاص ومازال عندها جمهورها. يعني أنا ما كنتش نسنى قلت لك كمية الرواج وكمية المبيعات الكبيرة، لكن شحال كانت عندك مبيعات في الأولى قبل ما نروحوا للسؤال الفرعي اللي تحدثت عليه على ما بين المقروئية وما بين الأونلاين؟ من عندي أنا كانت حوالي 700 حتى 800 نسخة من عندي أنا بدون المكتبات، لأنه موقع التواصل الاجتماعي بدون شك صار عندها قيمة كبيرة في المجتمع تاعنا، سواء فيسبوك انستغرام سناب شات كل مواقع التواصل الاجتماعي راهي عندها دور كبير. أنا جمعت بين مواقع التواصل الاجتماعي في بطريقة ذكية للترويج للكتاب والحمد لله. ورينا طريقة اللي اختصرت بها المجال. مثلا كتاب أحببت طبيبات قيسي فئة معينة، أكيد أنه أحببت طبيبة مش راح تبارطاجي الكتاب تاعك في لاباج تاع مهندسين ولا كتاب الإعلام ولا اللي درسوا الإعلام الآلي، راح يبارطاجيها في صفحات التمريض، صفحات الطب، الصيدلة، الطب أسنان. القطرة واجفت الفئة أكثر منا، لأنه كل كتاب حيقيس فئة معينة. يعني أنت اختصرت الوقت واختصرت أيضا الصفحات باش تكون فيها ما يكونش فيها ملل وما يكونش فيها تكرار، واختصرت أيضا الطريق باش تروح لأصحاب التخصص مباشرة. يعني باش ما يكونش رواية طويلة وكثيرة. باش لأنه ثاني يجيني أغلب الناس نقول له علاش ما تقراش؟ يقول لك ما نحبش الرواية، ما نحبش الرواية تكبر، الكتاب يشد للوقت، لكن كيكون عنصر التشويق، لأنه أنا سيت نعتمد في رواية أحببت طبيبة وغرفة تشريح الجثث أنه كل صفحة تشهيك باش تقرأ الصفحة الدوزيام، كل صفحة تخليك تقلب بالدوزيام، خاطش إلا ما خلاكش الكتاب تقلب الصفحة الثانية ما نقدرش نسموه كتاب ناجح. لا المعارض اللي شاركت فيها والملتقيات كيفاش كانت؟ هل تشوف أنه فيه مثلا رد فعل صادا؟ اسكو شاركت؟ كانت عندك ديجا مشاركه؟ اكيد لكل كاتب عنده الحق المشاركه في معرض في المعارض الوطنيه، لكن نقدر نقول لك نحن الكتاب اللي طبعنا بين 2019 حتى 2021 كنا مش محظوظين بالبزاف على جلواش، لانه كانت فتره الكورونا كانت المعارض غير موجوده، لكن شاركت في المعرض الوطني لسنه 2021 بالاضافه الى المعارض الولائيه في ولايه تيبازا بومرداس اضافه الى الاقامات الجامعيه،
وشاركت في المعرض سيلا 2022. واش راك تشوف قبل ما نختموا الفقره ونروحوا فقرات اخرى، واش هي واش راك تشوف مثلا محسن عمر بن عسال مستقبلا؟ روائي ولا اعلام الي؟ اكيد ما حش نتخلى على التخصص تاعي الجامعي والموهبه تاعي ما نسمحش فيها. اكيد شيء جميل قلت لك مع الاول نجمع بين الاثنين، نقدر نكون مهندس ناجح وكاتب ناجح في نفس الوقت. طموحاتك؟ طموحاتي في المستقبل انه نحفر اسمي من ذهب ان شاء الله، نهار لو كان نموت يقعد اسمي مذكور، هذا هو البليزير ديالي. شكرا جزيلا لك موح نعمر بن عسال، كنت حاضر معنا، ان شاء الله نشوفوا اصدارات اخرى في اعداد اخرى، ومرحبا بك في بيتك الاول والثاني قناه النهار، في اصداراتك ايضا كما كانت الاولى والثانيه، ان شاء الله تكون المزيد من الاصدارات. ونروح نشوفوا فقره من الفقرات، هي فقره تدبيره لبعض الحلول البسيطه التي تستعملها ربات البيوت والمراه الجزائريه لحلول بسيطه وسهله، بعدها نعود ونرجع الى موضوع اخر. شكرا. تدبيرة اليوم سوف تكون عبارة عن علبة لحاملة أدوات المطبخ تاع لي فورشات لي كويير لي كوتو. دونك باش بو رياليزي هاد العلبة تاع حاملة أدوات المطبخ نحتاج إلى أن سوبور أون إم دي إف هكذايا، نحتاج إلى أن كوردون، نحتاج إلى مقص، ونحتاج إلى كروشي سمك 6 مليمتر. نبداو على بركة الله. اولا لهاد فهاد السيبور عندنا ثقوب، غادي ندخلوا الخيط ديالنا فيها ونبداو نخدموا عليها، عباره عن دي ماي سيري، نخدموا على كامل المحيط تاع القرص ديالنا، ومن بعد نطلعوا حتى نحققوا ان نوصلوا للسمك ولا الطول اللي احنا حابينه والمراد. دونك هاد العلبه نحتاجوها بزاف في المطبخ ديالنا، تساعدنا باش نرتبوا الادوات ديالنا. الي تري براتيك تري مودرن، نقدروا نغسلوها نمسحوها يعني تري فاسيلمون. هذا كما راكم تشوفوا فينا نخدموا على كامل المحيط تاع القرص ديالنا ولا الدائره ديالنا. الدائره القطر تاعها 8 سنتي، فوالا. ونخدموا الشغل ديالو يعني ساهل، ما يحتاج يعني جهد ولا وقت طويل. كما دوكا راني خلصت كملت الدور الاول، هكذا نغلق اون ماي سيري. فوالا سي نسقد الشغل ديالي هكذايا بيديا باش يطلع معانا الاخر. ودوكا راح ننتقلوا للدور الثاني. فوالا هو عباره هاد الشغل عباره عن دي ماي سيري. يعني اي وحده يعني تقدر تخدم هذا الاخر العلبه. فوالا لازم شوية تركيز برك باش الشغل يخرج كيما احنا حابينو. فوالا يعني ما التكلفة تاع هاد العلبة يعني ماشي في متناول يعني الجميع.
شيء لازمنا يعني ان غران بودجي باش نديرو هذا نرياليزيو هذا العلبه تاع الترتيب. ميم الادوات كم تلقاوها عند جميع المحلات بيع لوازم الخياطه، ها متوفرين بوفره الالوان اللي حبيتو. ميم الاشكال تقدروا ما تلقاوش برك دائره، تقدر تلقاو دي كاري، تلقاو بزاف يعني تاع لي موديل راهم ديسپونبل. وهاد العلبة نقدو تاني كيما نديروهاش برك للمطبخ، نقدو نديروها في لاصال دو بان، نقدو نديروها فوق لي بيغو، نقدو نديروها في كل بلاصة يعني. يعني نقدرو نرتبو فيها بزاف أشياء. على مشاهدينا كيما راكم تشوفو راه يطلع معانا الشغل، يعني ماشي لازم ربط البيت تشري من برا ولا باش يكون المطبخ تاعها جميل، لا نقدروا برك بادوات متوفره يعني نخدموا الشغل وترتيب خاص بها. يعني على حسب الذوق يعني تاكل وحده. ثالث كما قلت لكم هي عباره برك عن دي ماي سيغي. يعني والكروشي يحب له وحده تكون مركزها، يحب خدمة الكروشي يعني وحدة تقدر ديستريسي بها، تقدر يعني بزاف أشياء يعني ما ياخدش معانا وقت كبير. الهدايا تقدر السيدة في نص ساعة يعني تقدر تكمل هذا الشغل ديالها، يكون عندها حامل لأدوات المطبخ يعني. يعني بكبة واحدة نقدر نخرجو زوج كيما هكدايا، زوج تاع الحاملات، عندنا تاع لي فورشيت ولا تاع لي كويير ولا بوغ لي كوتو. يعني نشوفها بلي حاجة تقدر تسهل لنا يعني الشغل ديالنا في المطبخ. كيما تعرفوا يعني المطبخ لازم يكون مرتب. هم الكوردون يعني راهو مادة يعني خفيفة سهلة في الاستعمال، تقدر اي مبتدئه يعني تحقق هذا الشغل يعني بكل اريحيه وكل سهوله. هلا الشغل بدا يبان معانا هكذايا، هلا نزيدو نواصلو حتى نلحقو للطول اللي رحنا حابينو. يعني كيما عندي الكروشي يعني هوايه منذ يعني ملي كنت صغيره، يعني كلا ماما تاعي عطيها الصحة هي اللي علمتني، وانا يا واصلت على هدية وبليت نحوس لوجو على دي موديل جداد على اشياء جديدة. يلا مشاهدينا كما كنت تشوفو الشغل يعني راهو يطلع معانا بدا يبان. ها بدينا سيمسكدو الشغل ديالنا في شباب، يعني كاين واحد المتعة كبيرة يعني في هاد الكروشيه تلقاوها. دونك كيما هكذا راكم تشوفوا معانا، زيدو تواصلوا الخدمة ديالكم حتى تلحقوا يعني لاوطيغ اللي راكم حابينها. وهذه هي النتيجة ديالنا كيما راكم تشوفوا مشاهدينا، هذه درنا حاملة تاع لي فورشات لهنايا، تقدروا تستعملوها بور لي كويير تانيت لي كوتو. وعندنا بزاف لي موتيف هكذا متوفرين ديكوريو بهم هكذايا. دونك مشاهدينا الكرام هذه كانت تدبيرة اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله التدبيرات عند اخرين. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ونروحوا دركا على شويه فن
الفنان ناصر مقداد، مرحبا بك. الله يسلمك بك، وهلا صباح الخير عليكم وصباح الخير المشاهد الكريم. الله يبارك فيك. الفنان ايضا بدري نصيف، بصح ماشي نصيف زيتون، ما يقولكش نصيف، لا نصيف عادل. صباح الخير. نصيف عادل، مرحبا بك. عايشك الله يبارك فيك. عايشك. نبداو بالسي ناصر مقداد. سي ناصر مقداد صاحب اغنيه القصبه، احكي لنا كيفاش كانت، شحال علاش ما زدناش شفنا اغانيك، علاش ما زدناش شفنا لربما هذاك الرواج الكبير اليوم، انت حبيت تخبى ولا كيفاش كان؟ لا، على كل حال كان وقت سجلنا فيه انا بديت لقات شهره كبيره. لا بس انا سجلت مع محبوباتي الله يرحمه، الله يرحمه وسلامه، في 1990 درت القصبه وانا وليدها. هذيك اول انطلاقه تاعي مع المحبوب الله يرحمه في 90. عاود سجلت في 2000، كانت على بالك عشريه سوداء هذيك ما سجلناش فيها. مع زيد سجلت 2003 2007 ومن بعد درت ان كوفري. هو اول من غناها، هذه معلومه الناس كامل ما تعرفهاش. نعم، هو اول اللي غناها الاغنيه هذه في السبعينات رشيد مصباحي، نسلموا عليه بالمناسبه. هذا الانسان هذا يغني قبائلي هو، عايش في فرنسا، ولكن السبعينات هذوك ما بالك ما بانش الاغنيه هذيك. ومن بعد انا كيعرفوني بمحبوباتي الله يرحمه، عرفني به الله يرحمه برحمه الله بابو الله يرحمه، هذا كان يلعب دربوكه مليح، كان في الاذاعه في التلفزيون. هو قال تارك انت باش تأدي هذه الاغنيه؟ هو باسكو علاش كان كيداني ليك، كنت راح ندير ان ديو. قال له فوالا جيب لي ان جان ندير له ديو مع سلمى. سلمى قال لي راجل عزيز، الله شاب عزيز الله يرحمه، هي كان صغير هذاك الوقت، كانت واقيل في عمرها 16 سنه ولا كي دار لي معها في الاستديو. كي دخلنا الاستديو دار لي معها نيسي، قال لي لا لا، قال لي صغيره عليك، قال لي انت ندير لك وحدك وهي وحدها. كيما كانت الانترن بعد قال انا نهضروا، قال لي يومين تسكن، قلت له نسكن في القصبه. قال لي جابك ربي هكذا، قال لي تغني القصبه وانت وليدها تعاودها لي. قلت له هذه سمعتها كان زمان، قال لي وي، قال لي غنى رشيد مصباحي، هو ماهوش من القصبه على كل حال، قال لي ولكن انت تغنيها لي. غنيتها معاه هذيك الاغنيه، هذيك خرجت في 91. وقلت لكم بعد عاود درت ديزالبوم، ومن بعد اخر البوم تاعي ان كوفري في 2015 درته مع المينيستر دو لا كولتور مع لندن. ما بين الاغنيه الشعبيه قديما على هذا المشايخ اللي هما يمثلوا رمز الاغنيه الشعبيه، وما بين تدريسك 24 سنه مسار في 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 هذا المجال، شكون واش تغير ما بين الماضي والحاضر؟ هو على كل حال بالقديم يتخدم الجديد، لو كان ما يكونش القديم الجديد ما يكون. نعم، وما وكان ما يكونش القديم ما يكونش الجديد في كاع المجالات، ماهوش غير في الفن. الايام اللي مضات لا ترجع ليها، المشايخ هادو يقعدوا مشايخ. نقول حاجه الشابه قاعتك كانت بكري وقعدت معاهم دوك، علاش ما كاش، ماشي ما نقولكش ما كاش نورلاف، كاينين نورلاف، بصح ما كاش واحد كيما محبوباتي الله يرحمه، ما كاش واحد كيما عمي محمد الباجي، ما كاش واحد كي حشلاف، ما كاش واحد في المشايخ، ما كاش واحد كيما بلاوي الهواري ولا كيما، فهمتي، المشايخ الكبار هادو ما خرجوش ناس. دونك تسمى دوك وقت تبدل. بصح الخلل وين راك تشوف؟ اسكو كاين اقبال عليها ولا مثلا ما كانش في الاساتذه ممكن تلقى بالك في 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 بلاصه تلقى بالك واحد ولا اثنين معينين فقط، ما تلقاش اكثريه؟ كتاب كلمات كاين، نهضر لك على الاغنيه الشعبيه اللي صار، ولكن الملحنين ما كانش بزاف ناقصين. بالك ربما الاغنيه العصريه طغات على الاغنيه الشعبيه، نصف في الاغنيه العصريه كاين ممكن الملحنين ولاو اكثر اقبالا على الاغنيه العصريه اكثر منه. بدري شفنا انه غبت منذ سنوات، علاش كان هذا الغياب؟ ونعاودوا نرجعوا لك سي ناصر. يا على كل حال الغياب تاعي انا كان تسمى كما نقول قرار شخصي، ماشي على انا كنت صغير شويه، بديت صغير وكذا، ومن بعد اتجهت كما نقول لك الحياه الشخصيه، انسان كون نفسه و... ماشي غبت على الساحه الفنيه كما نقول لك، غبت اعلاميا. انا البدايه تاعي كانت في 1995 فوالا. مون بريمي كليب كان في لي زاني 2000 2000 مع كان ديو مع نواس اسكندر. ومن بعد كانوا ديزالبوم، ومن بعد غبت كما نقول لك اعلاميا. علاش راك تقصد اعلاميا؟ اعلاميا باسكو دوك نقول لك الانسان، انا شخصيا
ما عنديش كيما نقول لك حاجه نقدمها هكذا، ما جون فوا با تسمى كيما نقول لك شغل فوالا كيما نقول لك انا ماشي كيما الشيخ ولا تسمى كيما نقول لك شغل ما يشغلني حاجه تاع تراث ولا صح. فهمتي كيفاه؟ حنايا تسمى كيما نقول لك عادك عندك حاجه جديده تقدمها للبيبليك، تجي كيما نقول لك تقدمها للبيبليك ماشي كيما الشيوخ تاعنا ولا ماشي كيف كيف. الور انا ما كنتش عندي انتاج كذا تسمى ما اعلاميا نقصت. شحال بعت؟ بعت اكثر من عندي تسمى في قريب 30 عندي واحد عندي دو زوم اللي وليت تسمى في بغنيه جديده وكذا العنوان تمضي الايام كلماتي. باش وليت شنو الطابع اللي وليت به؟ ها؟ الطابع اللي وليت به وش هو؟ اغنيه العاطفيه شبابيه اغنيه عاطفيه كيما نقول لك ما هيش راي مي كيما نقول لك تقدري تقولي شغل سي ان راي كيما نقول لك بنكهه شرقيه راي بنكهه شرقيه. الور عاودت وليت بها اغنيه هادئه. كاين زوج كاين اغنيه جديده خرجت عندها واحد العام ونص اللي هي لتمضي الايام وهذه خرجت عندها لو 22 هذا جويا دندنا شويه فوالا تاع الاخرانيه هذه نقول فيها بيا انا ولاو يعرفوك كي طلعت بيك تبدل الكود درت لك الشام وليت نبان دخلك الفيس بعقلية ماريكان ايه يدورو في كلامهم يدورو طيحة صعيبة ما ينفع لا دينار لا اورو استادير نهضر عليها كيما نقول لك على الناس اللي تتبدل كيما نقول لك ماشي با فورسيمون في العلاقات العاطفيه ولا لحقنا وقت كيما نقول لك ما من الاصدقاء ولاو يتبدلوا ولاو الور جي في تسمى اغنيه طابع خفيف طابع مملو كليب صيفي كليب ديستيني للشباب. من قبل وشو من الطبوع الجزائريه اللي ركزت عليها واديتها؟ انا نادي كاع طوبوع تما كيما نقول لك شوف في لا فاريتي انا ما كيما نقول لك مام العاصمي وكذا نغنيه عملا نسمعوا حاجه مع بعض فوالا نغني العاصمي وكذا شويه كذا القصان قسنطيني نغني شاوي سطايفي تخمس الكل شو الاغنيه الشرقيه نغني الاغنيه الشرقيه تاع عطونا حاجه كيف كيف فوالا يلا نديروا حاجه نعم واش حبيت ندير واش تفاهموا بيناتكم واش ندير هيا بدري المقنين الزين ها غادي نزين هيا يا المغنين الزين يصفر الجناحين يحمر الخدين هذه مدة سنين وانت في قفص حزين تغني بصوت حنين لم يعرف غناك تغني لك اخبار ما يجيب لك اخبار واللي ما يعرف قيمتك يا طير يشويك على الجمار يشويك على الجمار ما يكون عنده قلب حنين ما يعرف غنى مات منين ما يكون عنده قلب حنين ما يفهم معنى غناك منين نتفاهمو غير حنا المتنين يا المقنين الزين يا المقنين الزين يصفر الجناحين يحمر الخدين كحيل العينين هذه مدة وسنين وانت في قفص حزين تغني بصوت حنين لا من يعرف غناك يا عجب للنظار يا عجب للنظار عسل الحلاف الشهداء دخلوا يرجع عمر دخلوا يرجع عمر قفص مظلام يعمي العينين فيه دقيق سر الجنحين قفص مظلام يعمي العينين فيه دقيق سر الجنحين لا ما ولا قوت بنين يا المقنين الزين يا المقنين الزين يصفر الجناحين يحمر الخدين يا كحيل العينين هذه مدة وسنين انت
تبدا في قفص حزين تغني بصوت حنين لا من يعرف بناك يعطيكم الصحة سي ناصر مقداد. نعم. تعجبك الأغنية العصرية الشبابية؟ ولابد الإنسان يمشي مع العصر تاعو اللي هي نعم الإنسان القديم ما يفرطش فيه والجديد معاه لازم يكون معاه. بدري انت ثاني شفت انه في هذه الفتره تاع الغياب يعني في مجال الفن دركا تبعد عام عامين يتبدل كلش ما بالك من 95 حتى 2020 يعني تلقى بزاف حاجات تبدلوا تقريبا راهي 25 سنه الشيء اللي شفته تغير بزاف وخاصه انه كلش دركا ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ماشي كيما بكري سيدي وكاسات كيما راه يحكي الشيخ تاعنا تبدلت بزاف كيما وقت انا بديت وقت لاكاسيت كدا كيما هو يحكي لك كان لي ديتور وكدا دوكا تبدلت دوكا يوتيوب كيما نقول لك لي بلاتفورم ودوكا استادير كيما نقول لك تخرج البرودوي ديالك ماشي باش تربح ولا استادير كيما نقول لك باش تقعد في الساحه الفنيه باش يقعد الوجود ديالك والحضور ديالك في الساحه الفنيه كيفاش راك تشوف اليوم الفنانين اللي من والو محتوى ما فيه حتى حاجه كلمات لا علاقه بصح يحقق نجاح ولكن هاد الاغاني اللي كتقولي عليهم اختي سي دي فوت باي صح يجوزوا ويروحوا صح فهمتي بعد ما تجيش تسمعي بهم ولكن الانسان الفنان الجيد حاجه متبقى على 20 سنه الفنان الجيد اللي يدير حاجه وعلاش يقول لك حنا في الشعبي نقولوا هو الجيد يبان الجيد مهما يطول يبان فهمتي كل حاجه تقعد الناس راهي تسمع وحنا عندنا حنا مستمع جزائري ماهوش مستمع اللي ما يعرفش ولا يعرف ويسمع وكذا هادو دي شونسونات اللي يقعدوا كيما تاع الصيف يخلص الصيف خلاص الاغنيه ولكن الاغنيه الشابه والجميله واللي فيها كلمات وفيها رساله بدلت انا نعطي راي واحد اخر انا نقول لك لي بلي ماشي على تسمع هذا الشيء الظاهره ما راهيش غير بالجزائر ايه ماشي غير بالجزائر راهي مونديال وقت السرعه والاغاني ثانيه كيغيبوا القاعده كيتغيب اكيد انه يولي يحط اي حاجه تافهه والظاهر دوك نقول لك ماشي قضيه غياب ولا باسكو نقول لك انا انسان نتابع كما نقول لك ماشي ما انا ماشي تمن بازي على الجزائر شوفي بارتو في العالم صح الفنانين الكبار قاعد جبدوا روحهم علاش باسكو جات وقت السرعه وقت كما قال لك واحد الوقت وقت شغل الناس عندها الوقت تسمع في الراديو عندها الوقت تروح تشري لو سي دي كذا ايون كورا ليترونجي مازال يتبع فهمتي كيفاه دوكا وقت سرعه وشكون اللي يسمع الاغاني حنا ما نكذبوش على رواحتينا شكون الاغنيه شكون يسمعها تما كما نقول لك اللي يمشي الاغنيه واللي يسمع الاغنيه سي شباب صح وحنا رانا في بلاد اللي بلي الشباب كما نقول لك نسبه الشباب اكثر ما فهمتي كيفاه الور تما ما عندوش الطون باش يزم دير له غنيه شغل كيما نقولوا احنا الغنيه الساندويتش فهمتي كيف يزم شوفي ما نكذبوش على رواحتينا الانسان يواجب الوقت يواجب العصر كاين الاغنيه الفنيه وكاين الاغنيه التجاريه علاش قلت لك انا واش قلتي لي مقبله على هذا كذا انا ما نقدر نهضر على حتى واحد باسكو هادو ما مادو لا ما يغنيو لو كما لقاوش اللي يسمعوهم ما يغنيوش ما نكذبوش راني نكونوا صراحه انا شوفي شخصيا اغنيه تمضي الايام تسمعيها وتسمعي هذه الاغنيه الاخيره ما عندهاش علاقه علاش ما عندهاش علاقه الاغنيه الاخرى اغنيه فنيه صح اغنيه تاع السمع تاعك ما لقاتش كيما نقول لك تجاوب في الناس بالمشاهده كيما لقاتو هذه دورو تشوفي هنا تشوفي كيما نقول لك انسان يدير كيما نقول لك يوزن واش هو يدير باش يشوف الموضوع ايضا شغل فوالا انت شغل كيما نقول لك نعطيك مثال واحد اخر نعطيك مثال بسيط انت تحلي كيما نقول لك تجاره من الدكان هكذايا تجيبي السلعه اللي تبيعيها ولا تجيبي السلعه اللي تقعدي تشوفي فيها في المحل بين اللي تمشي دي الور الفنان يقدر يدير اغنيه فنيه باش يبين لي بلي انا فنان انا عندي دي كاباسيتي انا فنان تحب تسمعني كيما نقول لك هاي اغنيه فنيه ويدير اغنيه تجاريه فهمتي كيف نتكلموا على المرحوم محبوباتي كاسكي لا في لا ريفوليسيوني لو شعبي كما قال لك دار طقطوقه والطقطوقه سي كوا الطقطوقه في هذاك العصر كانت حاجه خفيفه كانت بارابور للشيوخ قدم على اسمه كانت ساندويتش صح وهي رايحه والعصر وهي دوك الاغنيه كما هذه يدورو تقدري تسمع كيما نقول لك تسمعي كلمات دارجه عاصميه كذا هي على كل حال شوفي هذه يدورو شبه زنقاوي أنا سميتها العشقاوي
باسكو تغني على تهضر على كيما نقول لك علاقه ما بين كيما نقول لك فتاه وشاب تسمى هذا العشقاوي. الزنقاوي منين مشتق؟ الزنقاوي سي شعبي مودرنيزي كي تسمعيه مليح، سي الدارجه تاعنا بكلمات نظيفه هكذا مودرنيزي. فهمتي كيف؟ انا نحييهم وكيما نقول لك نسمى جو تيغ لو شابو لا جوناس هذه كيما جليل باليربو كيما محميلان وكيما لقاو ان ستيل ايزون ريفوليسيوني كيما نقول لك ديجا اللهجه العاصميه عاودوا حياوها بطابع راياوي بكذا لقاو كيما نقول لك لقاو رواج كبير. بصح كي تجي تسمع مشتق من الشعبي وقتاش تقدر الزنقاوي مشتق من الشعبي صح. ولكن داروا كلمات شابين، داروا كلمات كلمات. والشعبي سي كوا؟ الشعبي سي الدارجه تاعنا، سي العاصمي تاعنا، اللغه العاصميه تاعنا برسالات. ايه كلمه بكلام نقي داروا رساله. والايقاع الايقاع تبدل خفيف. الاغنيه ديجا الاغنيه في يوتيوب، اغنيه في يوتيوب سر نجاح الاغنيه تكون ما تطولش، ما تفوتش 3 مينوت 4 مينوت صح. صغيره سر نجاح الاغنيه دوك في يوتيوب، الاغنيه تفوت لك 6 مينوت وكذا كابابل تكسر لك الاغنيه صح. وقت السرعه صح. استاذ ناصر واش رايك في الزنقاوي في الاداء تاعهم في الكلمات تاعهم اليوم؟ اي واش نقول لك اختي، نقول لك الزنقاوي هذه لا جينيس تاع دوكا تما وقت جاهم وقتهم، ولكن عبالك ان جون دو 16 17 18 20 25 حتى ل 30 ماكسيموم بون يسمع هذه الامور ومن بعد 30 الفوق يعاود يولي للصح مرجوعين الى رب العباد. يكذب عليك، حنا ثاني في وقتنا كنا صغار كانت لاموت ترافولتا وكانت كذا وكنا نروحوا وكنا نسحروا وكنا نشطحوا كنا وقت وشنو دون لي نورم دون في لي ليميت تاعو. كبرنا بالعقل بالعقل فهمتي، تعاودي تولي التاريخ تاعك ان جان سي نورمال يسيب الفيد يسيب كذا يسمع يغني يشطح يحب يزهى يحب كذا، ولكن كي يبدا يكبر باسكو حنا ما ينساش روحو بلي رانا امه مسلمه دوك يعاود يولي التريق. وين يعاود يولي؟ يعاود يولي يسمع التراث تاعو صح. يسمع سواء يسمع الشعبي ولا يسمع الاندلس ولا يسمع الشاوي ولا يسمع كل واحد والمنطقه تاعو يولي التراث يعاود يولي التراث تاعو. يكذب عليك، مرجوعين للتريق يعاود يولي كيما تربى وماليه كيما تربى وجدوده. هذه انسان في دمه، هذه الانسان في دمه، هذه هي فضيله، هذا هو. مام الاعراس، مام الاعراس والله غير تبدلوا يا شيخ يا اخو. انا بكري انا وليد باب الوال، انا بكري الاعراس شعبي خويا. دوك الاعراس ولاو يجيبوا هذا لي جون هذوما، والله رانا نشوف فيهم يا اخي، ما ولاو يجيبوا هذا لي جون هذا في طحطاحه وكذا السانتي كذا وكذا تبدلت الله غالب. فئه شبابيه طغات على الكبار. طيب الو هما دوك هما كيما نقول لك شغل هما اللي فو لا لوا كيما نقولوا، هما اللي راهم دايرينها، هما اللي فارضين نفسهم. مي كيما قال لك الشيخ يوصل الوقت يعاود يولوا، مي تكون خرجت جينيراسيون واحده اخرى وهي رايحه. بدري وقتاش تشوف روحك انك تقدر تغيب على الساحه بعد هذا الغياب تاع 25 سنه؟ اليوم عندك عامين من الظهور، وقتاش تقدر تشوف روحك انه تقدر تغيب على هذا المجال ايضا؟ اسكو راك تشوف في روحك راح تغيب مثلا؟ انا شوفي طونك نقدر كيما نقول لك مازالني نقدر نمد كيما نقول لك للفئه هذه اللي تسمى كيما نقول لك بيها، نقدر نزيد في العمر الفني تاعي. راني في سمو. درت حاجه واحده اخرى في هذا الغياب تاع 25 سنه؟ ابار تفرغ للحياه الخاصه. لا الاعراس وكذا وحفلات و ما رحتش لجانب واحد اخر؟ لا اعرس وانا فنانه 100% ما عنديش خدمه وحده اخرى ولا فهمتي كيف؟ هذا هو القوت تاعي وهذه حياتي. فنان ما كيما نقول لك اش 24. طيب قبل ما نروحوا للسي ناصر مقداد ونسمعوا الاغنيه الاولى ونختموا بها البرنامج يا المقنين، دونك القصبه اقول القصبه وحنا ولادها. بدري كلمه اخيره. نشكركم على الاستضافه. العفو مرحبا بك. والاغنيه الاخيره راهي سير يوتيوب كما نقول لك، نقول للناس روحوا تشوفوها كما نقول لك سي ان بو كليب صيفي وكذا كلام نقي واغنيه خفيفه تاع اعراس وكذا، وان شاء الله كما نقول لك نتلاقوا في ساعه الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا لك بدري نصيف كنت حاضر معنا اليوم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام.
في هذا البث الصباحي لبرنامج نهاركم جديد. قبل ما نروحوا للسيد ناصر مقداد ونسمعوا أغنية القصبة وإحنا أولادها، أشكر بوتيك لاغوز على الألبسة، ونروحوا للسيد ناصر مقداد. السيد ناصر مقداد حبينا نسمعوا كلمة الأخيرة ثم نروحوا للقصبة وإحنا أولادها. نشكركم على حسن الضيافة هذه، بارك الله فيكم. شكرا لك على الحضور. وإحنا إن شاء الله اللي فنتعنا في الجزائر مازالوا بخير ان شاء الله، فهمتي؟ ولا جينا استعنا هادي تاني نحبهم وما تخافيش عليهم، مرجعي الى رب العبادي ويعاودوا كما قالك كما قلتي من قبيله، مرجعي الى الاصل الفضيله. هادي ستين بيريود يجوزهم بعد يعاود يولي كذا، وما تجي ما تجي جينيراسيون واحد اخرى يكون فن واحد اخر كيف كيف، فهمتي؟ ولكن الاصل يبقى الاصل، الانسان يولي دائم الاصل تاعو. هادي باش هذا هو يلا خلينا نسمعوا القصه وحنا ولادها. غادي يعاودها الحاج شاعو ثانية. القصبة وانا وليدها واللي صار يسير، اللي صار يسير بحياة شبابي نفيدها، ما ننساوش الخير ما ننساوش الخير. الجزائر وحنا ولادها واللي صار يصير، ربي يا كبير بحياة شبابي نفيدها، ما ننساوش الخير ما ننساوش الخير. الجزائر وحنا ولادها، الجزائر وحنا ولادها، ربي يا كبير ربي يا كبير. العمر هم كبير جباح، دارت لي مرات في الصغر وبراولي الجراح. ما ننسى غايت العمر هم كبير جباح، دارت لي مرات في الصغر وبراولي الجراح. يا ربي حتى نعيدها مرة أخرى ونسير، مرة أخرى ونسير. للعين المزوقة وكيدها ملي يكون صغير، ملي يكون صغير. القصبة وحنا ولادها، الجزائر وانتو ولادها، ربي يا كبير ربي يا كبير. نتمتع في جامع الموقات سيدي محمد شريف، نوقف كيف الناس للصلاة والمتاع للنيف. في جامع الوقات سيدي محمد الشريف، نقف كيف الناس للصلاة المتاع للنيف. والدعاة ما نعيدها نشوق الضمير، نشوق الضمير. للبهجة وحنا ولادها واللي صار يصير، ربي يا كبير. الجزائر وحنا ولادها، الجزائر وحنا ولادها، واللي صار يصير واللي صار يصير. زوج عيون وباب جديد نهبط على البولفار، نزور سوسنارة سعيد نحيلي الذمار.